آخر سؤال في الفقرة، السؤال اللي جاي سؤال سهل، سؤال مش صعب ومحتاج شوية تركيز. ركزوا علشان اللي هيخطف البازر ممكن ياخد 10 نقط. سرعة البديهة. والسؤال هو: كم عدد الشخصيات الكرتونية بالصورة؟ إجابتك 15. برافو عليك عبد التواب، إجابة صحيحة، برافو عليك. هي دي سرعة البديهة. وعايز أقول لك حاجة، هي فرقت على فنتو ثانية فعلا. 10 نقط مهمين جدا لستيم المنيا. ستيم المنيا برافو عليك ورجعتوا تاني. 50 ستيم المنيا، 80 بشوية الفيوم، مش عارفين تهربوا بالمباراة. لا مش عايزين نهرب، مش عارفين. هنخرج